اسقاط النظام الايراني وهزيمته هو هزيمه للارهاب في كل منطقه، وهو بيذيع الحريه والديمقراطيه في المنطقه. تحيه لكل من وقف ويقف الى جانب الشعب الايراني في انتفاضاته المباركه. اليوم هو اليوم 43 بعد المئة من انطلاق ثوره الشعوب الايرانيه. هذا النظام الذي نشر الارهاب والفساد والمخدرات والقتل في ربوع الشرق الاوسط، بل سيتمدد الى اي بقعه في العالم. نحن هنا لنعلن تضامنا واكبارنا لنضال الشعب الايراني في مواجهه الدكتاتور. انه لشرف عظيم ان نكون معا اليوم رجالا ونساء لدعم نضال المراه الايرانيه التي تقود الانتفاضة الوطنية الإيرانية. نحن اليوم مع أبناء الغضب السائرون لمجد الشعب الإيراني. نحن اليوم مع مجاهدي خلق قادة الثورة والحراك في إيران. طبعاً في الواقع النظام الإيراني لا يعمل فقط على تدمير إيران أو توحيش إيران وجعل إيران دعنا نقول غولا تلتهم المنطقة، وإنما يعمل على تدمير المنطقة ذاتيا من خلال صراعات مذهبية وصراعات عرقية وصراعات طائفية. وهذا العمل بطريقة أو أخرى يصب في مصلحة من؟ إسرائيل. لا يمكن أن تبقى إسرائيل آمنة إلا بتدمير المنطقة. هذا ما يقوم به النظام الإيراني. وأنا أرى بأن إيران كما قال أحد المتداخلين في هذا المؤتمر، لا يمكن للظالم أن ينصف المظلوم. المهمة الإيرانية أو مهمة الملالي في إيران ليس فقط تدمير المنطقة، وإنما صناعة صراعات مستمرة، وهذه الصراعات ربما تولد صراعات أخرى وأعمال ثأر وما شابه. الحل الوحيد هو سقوط هذا النظام، لأن بسقوط هذا النظام سوف تتنفس المنطقة جمعاء وتعود هذه المنطقة للحمة التي كانت عليها قبل وجود نظام الملالي. أهمية التضامن العربي مع الثورة بإيران هي خدمة أولاً وقبل كل شيء للدول العربية والإسلامية. فالدول العربية موزعة الآن على قسمين، هناك دول هم ضحايا الإرهاب الملالي، وهناك دول أيضاً ضمن هذا المشروع. لذلك واجب لحماية أوطاننا وتحرير الأوطان التي يحتلها الحرس الثوري الآن هو التضامن مع الثورة، لأنه لا بديل لذلك إلا انتصار ثورة الشعب الإيراني. رسالتي على ضرورة الوقفة مع الشعب الإيراني، لأن التجربة علمتنا أن الملالي أجرموا بحق الإيرانيين ثم بحق شعوب المنطقة، وإجرامهم يتمدد إلى الدول الأخرى. إذا لم تكن هذه الوقفة فلنستعد جميعا أن نكون ضحايا على ومذابح لدى هؤلاء الذين ينشرون الإرهاب في المنطقة. المجتمع الدولي يهتم بالسياسة التي تطغى على القانون، وبالتالي يبطل حكم القانون في المجتمعات. لو حكم القانون ما وصلنا إلى الفوضى التي وصلنا إليها اليوم، ولا أسيق المجرمون إلى العدالة آلياً لينالوا عقابهم. الآن المجرمون حول العالم يفلتون من العقاب لغياب القانون وسيطرة السياسة على القانون. النظام الإيراني الحالي في الواقع يعمل على تصدير الثورة، وأيضا يعمل على سياسة زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، بالذات المنطقة العربية والمنطقة الخليجية، من خلال السياسات التي ظل يتبناها لفترة طويلة، ومن خلال المسيرات والصواريخ التي يطلقها على دول الخليج واستهدافه للمملكة العربية السعودية ولدولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا ما يجري في إيران ولبنان والعراق وسوريا. وبالتالي لابد من وقفة تضامنية قوية من هذه الدول العربية ودعم لهذه الانتفاضة الشعبية الكبيرة للإطاحة بهذا النظام، لأنه مع وجود نظام الملالي لا يمكن أن يكون هنالك استقرار أو أمن أو سلام أو تعايش في هذه المنطقة. وهذه الانتفاضة الشعبية العارمة والكبيرة الآن بأمانة أتاحت فرصة، لأن هنالك مجال للصداقة بين الشعوب والتعايش بين العلاقات الجيدة مع إيران الحرة الجديدة الديمقراطية بعد زوال وسقوط هذا النظام. هناك ثورة مستمرة منذ أكثر من 130 يوما. هذا المؤتمر جاء لتسليط الضوء على ما يجري داخل إيران. حضور رئيسة المقاومة الإيرانية كان
بارزا. المتكلمون أغلبهم ومعظمهم تحدث عن روح الثورة في إيران. المؤتمر كذلك رسالة في تصوري عربية إلى الداخل الإيراني، لأنه مؤتمر باللغة العربية والحضور هم عرب، وتعبير عن تضامن الشعوب العربية مع الشعب الإيراني فيما يعانونه، لأننا نعاني المعاناة ذاتها من النظام. هناك أفرع وأذرع أيضا للنظام في اليمن وفي لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي غيرها من البلدان العربية. وبالتالي اليوم نحن نقول بأن ثورة الإيرانيين هي ثورة العرب، وبأن معاناة الإيرانيين هي معاناة العرب، وبالتالي فإن طريق الخلاص من كل هذه المعاناة هو التخلص من رأس الأفعى، لأنه إذا ضرب رأس الأفعى في طهران فسوف تنتهي ذيولها في البلدان العربية. هذا مؤتمر للدول العربية الشعوب العربية للتضامن مع الثورة الإيرانية. طبعا السوريين بالدرجة الأولى والعراقيين بالدرجة الثانية واللبنانيين واليمنيين غير يعني لهم مكانة متميزة، لأنه نحن الضحايا الأول للنظام الإيراني المتوحش، ولكن فلسطين ضحية للنظام الإيراني، الأردن في خطر شديد من النظام الإيراني، الخليج العربي كله في خطر من النظام الإيراني، وصلوا للسودان مثل ما سمعنا، وصلوا لموريتانيا، وصلوا لتونس. فالنظام الإيراني خطر علينا كلنا، ولكن بالدرجة الأولى سوريا والعراق واليمن ولبنان وفلسطين. نعم، إنها ثورة عظيمة جسدت فيها النساء الإيرانيات تضحياتهن. طبعا هذه الثورة ليست وليدة اليوم، النساء الإيرانيات منذ مجيء نظام الملالي وهن يثرن ضد هذا النظام الفاشي الظالم الذي صادر حقوقهن، والذي أيضا نهب مقدرات بلدهن وأفقرهن وقتل أبناءهن وأزواجهن. فهذه ليست ثورة جديدة على النساء الإيرانيات، فهم ثائرات بطبعهن، واليوم يطالبون برحيل نظام الملالي، وهم سائرات على هذا الخط، وسيتحقق هدفهن بإسقاط هذا النظام الإرهابي المجرم. إيران هي عبارة عن سرطان ينتشر انتشار كبير داخل الوطن العربي بشكل عام والعالم بأسره، وخصوصا في الشام، فهي تقتل وتشرد وتذبح، وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي فلسطين، في هذه كل البلاد، حتى تدعي أنها تدعم القضية الفلسطينية، فهذا كذب، هذا كذب وافتراء، فلا حقيقة ليس لها من الصدق شيء، وهي خطر حقيقي لا بد أن ينتزع من المنطقة. بعض الحركات الفلسطينية لما تقف مع إيران هي من أجل دعمها ووقوفها ضد العدو الصهيوني، وهذا حقيقة لقلة معرفتهم وابتعادهم عن السياسة حقيقة. تظن أن النظام الإيراني ممكن أن يخدمهم، كيف يكون لنظام قمعي إرهابي يقتل شعبه أن يساندك في قضيتك؟ فهو لا يقدر. هو حقيقة على الجانب الآخر هو يدعم الصهيونية ويدعم اليهود من أجل قتل الفلسطينيين. أكثر من 200 شخصية اليوم التقت في العاصمة البلجيكية بروكسل، تقول نحن نقف مع النساء مع الجميع في إيران ضد هذا النظام الذي يقمع المظاهرات، الذي يضطهد الشعب، الذي يغيب العقول، والذي يستغل فلسطين، والأهم من ذلك الدين. العديد من الكلمات التي طرحت والعديد من التساؤلات التي أثيرت اليوم في هذا المؤتمر الذي حضرته السيدة مريم رجوي زعيمة المعارضة أو زعيمة حركة مجاهدي خلق للمعارضة الإيرانية. كان معكم أحمد مراد من العاصمة البلجيكية بروكسل للنمسا ميديا انفوغراد.